الحمل مرحلة سحرية تمر بها المرأة، تألق متوهج، الكشف عن جنس الجنين، حفلة البيبي شاور، لكن بعض حالات الحمل أسهل بكثير من غيرها. تفضلي على السرير، انتبهي. حسناً، لنبدأ الفحص. واو، بطنك كبيرة. أوه، هذه ركلة قوية. يبدو أن جنينك يحب الركل بقوة. المعذرة، أقصد التوأم. ماذا؟ توأم؟ أجل، توأم بالتأكيد. أنا سعيد لأني لست في مكانك. هل أنت مستعد؟ أنا مستعدة. هيا، قوة التوأم. توأم؟ يا إلهي، هذا كثير علي. شكراً على إخباري يا طبيب. المريضة تالية، تفضلي، ارتاحي. لنلقي نظرة الآن. واو، يبدو أنه ملاك صغير. يا لذرافته، أنا متشوقة لرؤية طفلي. يا له من يوم حافل. لم أتوقع مقابلة حالتي حمل مختلفتين تماماً. سيكون أحد الحملين أسهل بكثير من الآخر. من الصعب النوم مع هذه البطن. عزيزي، هل أنت مستيقظ؟ ما الأمر عزيزتي؟ هلا أحضرت لي شيئاً لآكله؟ أنا والجنينان جياع. حسناً، أحضرت لك وجبات خفيفة. أحضرت لك تشكيلة متنوعة. كلا، لا أريد أي منها. وجدتها، أحضر لي هذه الفاكهة. فاكهة؟ أتعرفين ما الوقت الآن؟ 3 صباحاً. افعل ذلك لي وللتوأم. لا أعرف من أين أحضرها حتى. لنرى. لا، مغلق. حتى هناك. حسناً، يجب أن أتصرف. لا، فاتني القطار. مهلاً، خطرت لي فكرة أفضل. ما أسهل التنقل بالطائرة. حان وقت العثور على الفاكهة. لابد أنها موجودة في مكان ما هنا. يا إلهي، نعم، نجحت. تعالي أيتها الفاكهة الطيبة إلى البرطمان. لا أصدق أني فعلتها. لقد عدت وأحضرت الفاكهة معي. الفاكهة؟ لم أعد أشتهيها. أكلت كل الأشياء التي أحضرتها لها، لكني سافرت إلى وجهة نائية. هذا ظلم. أظن أني جائعة. عزيزي، استيقظ، لا أستطيع النوم. خذي هذا وحاولي أن ترتاحي. هل تريدين هذه الزهرة؟ أو ربما بعض الموسيقى؟ ماذا عن دجاجة اللعبة؟ أو ورق التواليت الجميل هذا؟ انظري، حزمة نقود. حسناً، وقت المفاجأة الكبيرة. جرو. مرحى، هذا ما أريده بالضبط. شكراً جزيلاً عزيزي. يمكنك العودة إلى النوم. يا لها من ليلة رائعة. أنت أولاً. آمل ألا تستغرق وقتاً طويلاً. سأعدل مكياجي. لابد أنها أوشكت على الانتهاء. يا إلهي، هذا رائع.
يجب أن أبقي دماغي مشغولا. الشهرة تنتظرني. تحمل تحمل، لك من الوقت، ستظل هناك. أعجبتني هذه البلوزة. خرجت أخيرا، الآن سأرتاح. أحتاج للحمام بشدة، لكن ادخلي قبلي. ما أجمل هذا اليوم. لا، أحتاج للحمام. المعذرة، لن أتأخر. لا، نحتاج إلى الحمام. هذا مريح. لا، هذا محرج. مرحى رضعت، سأستفيد منها بالتأكيد. هذه الهدية التالية، إنها مني. يا إلهي، أحذية صغيرة للرضيع، إنها جميلة جدا. مرحبا، ها هي هديتي. واو، إنها رائعة. ما أجمل هذه الملابس. مرحبا، أحضرت لك هذا. خبز محمص، شكرا. حان وقت معرفة جنس الجنين. أنا متحمسة لهذه اللحظة. ربما هذا البالون الخطأ. لنحاول مع هذا البالون. لم نحصل على الإجابة. ربما سنعرف جنس الجنين من هذا الشيء. كلا، لا شيء. مهلا، ربما يجب علينا تقطيع الكيكة. لكن أين هي؟ يجب أن تتذوقوا هذه الكيكة، إنها لذيذة، خاصة الحشوة الزرقاء. ما المشكلة؟ لماذا تنظرون إلى الكيكة؟ المعذرة. مرحى ولد، إنها محقة. مرحى، سأرزق بولد. حسناً، تمددا والمسا أصابع قدميكما. بطني تعترض الطريق. لا حاجة للقلق، لدي تمارين أخرى مناسبة لكما. القفز على الكرة والتنفس بعمق. حسناً، إنه دورك. هذه الكرة مطاطية. ببطء، ارتاحي وخذي نفساً عميقاً. نفس عميق، حسناً، يمكنني عمل ذلك. هذا التمرين ممتع، لا أشعر بالتعب على الإطلاق. لا تنسي أخذ نفس عميق. نعم، عمل جيد. لننتقل إلى التمرين التالي. البرج الواقف. سيمدد هذا التمرين الساقين. هل يمكنكما تجربته؟ ببطء، لا تجهدا عضلاتكما. يجب إبقاء الساقين مستقيمتين. حسناً. لا، يا إلهي، هذه رائحة فظيعة. يجب أن أعطر المكان فوراً. لا أظن أن هذه الأعشاب ستكفي. حسناً، هذا أفضل. استلقي على ظهريكما الآن. أحسنتما، يجب أن يكون الظهر مستقيماً. يمكنكما النهوض الآن. ناماستاي. وأنت؟ إنها نائمة. مرحباً، استيقظي، يجب أن أوقظها بنفسي. أجل، أريد بعض الفراولة. لا، أنا عالق. على الأقل لدي هذه الأعشاب العطرية. سأمارس التأمل للحفاظ على هدوئي.
ما الذي ستشتهين أكله في مرحلة الحمل؟ أخبرينا في قسم التعليقات، ولا تنسي مشاركة هذا الفيديو مع صديقاتك خاصة الحوامل، والاشتراك في قناتنا على اليوتيوب لتشاهدي المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة.